دلوقتي هنشرح السبنت ماسك ازاي نكتبه، او ليه اتنين ريبريزنتيشن. اول واحد قلنا اللي هو سي اي دي ار اللي هو سلاش نوتيشن، وتاني واحد اللي انا بيبقى زي شكل الاي بي عبارة عن 32 بت اسمه اللي هو سبنت ماسك عادي. النهاردة دلوقتي هنقول المفروض بنعرف ازاي، ولو معانا واحد ازاي نحوله للتاني بطريقة سهلة وبسرعة، لان دكتور في الميد تيرم جاب لنا مثلا في الكويز سوري جاب لنا سبنت ماسك زي الاي بي وقال لك عايز السي اي دي ار، فاحنا المفروض ازاي نعرف نحول منه الى الاثنين النوعين. هكتب لكم كده نوتيشن كده المفروض زي باترن كده نحفظه، هيسهل علينا كتير. اكتبه وارجع. كتبت لكم الباترن ده المفروض بنستخدمه ازاي. احنا دلوقتي عايزين نبدأ مثلا بالديفولت ماسك، عايزين نجيب ماسك سلاش 8، فبنبدأ نعد من الشمال كده 8 بيت، واحد اتنين تلاتة لغاية هما دول 8 بيت، لغاية ما نوصل للرقم اللي احنا عايزينه. احنا دلوقتي عدينا 8 بت يبقى 255 والباقي بزيروس، احنا عارفين ان هما 32 بت. طب لو عايزين مثلا سلاش 16 هنقعد نعد لغاية 16، اول 8 ب 255 دوت تاني 8، احنا هنا وقفنا لغاية 1 2 3 4 5 6 7 8 فمليناها ب 255، 9 10 11 12 13 14 15 16، ف255 كمان والباقي بزيروس. طب وهكذا سلاش 24 بنحط النتورك بارت كله، هي دي بتبقى سهلة عشان برضو ده الديفولت. طب لو احنا عايزين بقى مش الديفولت، احنا 24 اول 3 255 عشان 3 في 8 والزيرو في الاخر. طب مثلا لو عايزين سلاش 13 مثلا، فبنقعد نعد ال 13، اول 13 ناقص 8 يعني ده اول 8، وبعد كده 13 ناقص 8 كام؟ 5، فبنعد 1 2 3 4 5 ف 284 48 دوت 0 دوت 0، يبقى هو ده سلاش كام؟ 13، اللي هو زي سلاش 16 يعني بس بتشيل اول 3. طب مثلا لو سلاش 10 فهيبقى 8 زائد كام؟ اول 2 يبقى دوت 292 دوت 0 دوت 0، وهكذا بقى. هي مجرد عد، هو انا اعتقد ده هيبقى اسهل بالنسبة لنا. مثلا لو عايزين سلاش 27 فبنحط اول 3 ب 255 يبقى وصلنا لل 24، وبعد كده نعد 3 كمان يبقى 128 192 224، يبقى هو ده الماسك رقم 27. مثلا حاجة كمان، ماسك رقم كام؟ ماسك رقم مثلا 15، او مثلا خليه 21، فيبقى 255 255، احنا كده وصلنا ل 16، ونعد بقى 5 يبقى 1 2 3 4 5 برضه 248 دوت 0. هي دي طريقة بكل بساطة، شوفوا انتوا حابين ايه وتمشوا عليه. يا اما تخلوا النتورك بارت كله بونز والباقي بزيروز، يا اما تعملوا تحفظوا الباترن ده وتمشوا وتعدوا عليه، مش فارق. ودي كانت احنا المفروض بقى، ودي كانت الطريقة اللي احنا بنحول منها من السي اي دي ار للسبنت ماسك العادي اللي هو 32 بت زي الاي بي ادرس. ولو معانا ده وعايزين نجيبه برضو بنعد العدد بقى البتات الثابتة بكل بساطة. يعني مثلا لو سلاش 13 دي يبقى 255 دي 8، و248 نفكها باينري ونعد عدد الوحيد ازاي، فهنلاقيهم 5، ف5 زائد 8 13. فعلى حسب انتوا حابين، فحابين انهي طريقة. لكن لو مديهولنا سبنت ماسك وعايز السي اي دي ار، فالطريقة دي هتبقى أسهل كتير، بدل ما نقعد نفك ال 248 باينري ونشوف هو الوحيد ونقعد نجمع، فالباترن قدامنا ونعد عليه وخلاص. تمام كده.